حضراتكم من جديد وترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نشوف مع بعض ترند الاهلي وايه اللي اتكتب. نبدا مع بعض الصفحه الرسميه والحساب الرسمي في الجول على تويتر. كتبوا محمد شريف اول لاعب يصل ل 20 هدف خلال موسم واحد في الدوري منذ حسام باولو في موسم 2014-2015. موسم كبير بيقدمه محمد شريف. محمد شريف اصبح دلوقتي عنده 20 هدف. وفي نقطه ثانيه مهمه جدا، انت بتتكلم هداف الدوري من النادي الاهلي، اعلى لاعب عمل اسيست في الدوري العام علي معلول ويليه حسين الشحات، اقوى هجوم في الدوري هو النادي الاهلي. فبالتالي معظم الارقام القياسيه حتى المنافس في مواجهته المباشره في الدور الاول والدور الثاني انت كسبت وتعادلت، فواخد منه 4 نقاط. فبالتالي الارقام واضحه جدا مين كان خلال هذا الموسم الاعلى فنيا، لولا بعض المواقف اللي حصلت في بعض المباريات اللي ممكن يكون النادي الاهلي برضو سبب فيها، بعد ما كان فايز ومتقدم بيتعادل او بيخسر في اللحظات الاخيره. طيب الحساب الرسمي ايضا كمان ليلا كوره على تويتر بيتكلموا على محمد شريف المخيف، يصبح ثالث لاعب في تاريخ الاهلي يصل الى 20 هدف في موسم واحد بالدوري. كابتن محمود الخطيب يتصدر القائمه طبعا 23 هدف، ثم الشيخ طه اسماعيل 20 هدف، ومحمد شريف تساوى مع الشيخ طه اسماعيل مع نفس عدد الاهداف 20 هدف. المباراة القادمة مباراة أسوان، إذا قدر محمد شريف يسجل هدف هيتخطى الترتيب وهيتخطى الشيخ طه اسماعيل وهيبقى هو ساعتها في المركز الثاني خلف الكابتن محمود الخطيب في أعلى صدارة للهدافين في النادي الأهلي في موسم واحد في الدوري العام، وده ما حصلش منذ سنوات طويلة. طيب نشوف كمان معانا المحتوى عبر السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا مهتمة بإيه؟ سبورت 360 مصرية من خلال حسابها الرسمي على تويتر أيضا نشروا تصريحات لحازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي. قال في عروض من النصر والهلال للشناوي، سمعت عن العروض دي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الشناوي مرتبط بعقد مع الأهلي، المفاوضات مع حارس بحجم الشناوي لن تتم في يوم أو يومين، والأهم مصلحة الأهلي واللاعب في الوقت ذاته. الملف ده أتمنى يتقفل بقى بعد يوم الجمعة بعد الدور ما يخلص، هيبقى فيه إعلان عن صفقات، في عودة معارين، في قائمة بالراحلين خلال الفترة اللي جاية، والملف ده أتمنى من بعد يوم الجمعة يتقفل ما نسمعوش تاني عشان نركز في المرحلة الجاية. المرحلة الجاية أصعب من المراحل اللي فاتت. طيب الحساب الرسمي أيضا للأهرام على تويتر بيتكلموا على مدرب الأهلي يعلن موقفه النهائي من الشناوي والشحات وينتظر قرار السولية. الزملاء في الأهرام من خلال حسابهم الرسمي على تويتر بيتكلموا على أن بيتسو موسيماني تمسك باستمرار محمد الشناوي وحسين الشحات خلال الفترة اللي جاية، والتأكيد على حاجة الفريق لجهودهم، وبينتظر موسيماني القرار النهائي للاعب عمرو السولية، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في خط الوسط بجوار أليو ديانج وحامد فتحي، وكلنا عارفين أن عمرو السولية لسه باقي في عقده موسم كامل، لكن بإذن الله الأمور تسير كما هي أو كما يرام في مسألة التجديد لعمرو السولية وعلي معلول خلال الفترة اللي جاية. نروح كمان للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، الأهلي يفسخ تعاقده مع جونيور أجاييه بالتراضي. حتى الآن الإعلان الرسمي لم يتم ولم يعلن الأهلي أي شيء رسمي بخصوص أي لاعب سيرحل خلال الفترة القادمة، لكن كل الأمور وكل التفاصيل واردة خلال الفترة اللي جاية في ظل تعاقدات قد تحدث مع لاعبين أفارقة، وبالتالي عشان تقدر تحدد احتياجاتك وقائمة الفريق المحلية بالاتفاق مع الشكل القانوني للائحة وعدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري. طيب ده جزء كان متعلق جدا بالمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي.